بحلبة الدار البيضاء أنفا أقيمت فعالية الدورة الخامسة للملتقى الدولي للمغرب لسباقات الخيول على امتداد يومين المنظم من طرف الشركة الملكية لتشجيع الفرس. الحدث الرياضي شهد برمجة 14 سباقا من بينها 8 سباقات دولية ومشاركة 100 حصان. اليوم هو خاص بالخيول الإنجليزية ولك كيف كتعرفوا السباق الأهم في اليوم هذا اليوم السبت هو سباق صاحب الجلالة الملك محمد السادس اللي هي خاص بالخيول المزدادة والمربات في المغرب. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول الإنجليزية الأصيلة هو سباق خاص بالخيول المزدادة والمربات في المغرب والتي تبلغ من العمر 3 سنوات وما فوق والتي تتبارى على مسافة 2400 متر. هذه الجائزة كانت من نصيب رشيد أمناي. أما الجائزة الكبرى للشركة الملكية لتشجيع الفرس فعاد الفوز للخيال الإسباني بورخا فايكوس. لقد قدمت أداء جيدا ومتميزا وفوزي هو الأول في الجائزة الكبرى وفرسي تطور بشكل ملحوظ خلال السباق. أنا فخور جدا بمدربي وكل فريق العمل. هذه التظاهرة الرياضية تلعب دورا مهما في الإشعاع الدولي لقطاع سباقات الخيول المغربية التي تمكنت في ظرف وجيز من فرض حضورها على المستوى العالمي.